أقول يجب أن نعترف اليوم، وأنا أعترف بلساني وبصراحة، إننا بعد أن فشلنا في إدارة الدولة وبناء الدولة الحديثة كما نريد بعد عام 2003، وعندما أسسنا للمحاصصة السياسية والطائفية والقومية ظننا بأننا سوف نضمن حقوق هذه المكونات، لكننا للأسف مرارا وتكرارا نكتشف أننا قد فشلنا وعجزنا، بل بالعكس أن هذه المحاصصة وهذه التقسيمات قد أنهكت العراق ودمرت ما دمرته من بناء لدولة حديثة مؤسساتية تعتمد على الكفاءة وتعتمد على التوازن وتعتمد على المساواة وحقوق جميع العراقيين. أقول عندما أذكر هذه التشبيهات إننا اليوم مع الأسف نبدأ بعد أن فشلنا أن ننهي هذه المحاصصة السياسية، والمواطنين العراقيين بالآلاف يخرجون كل جمعة ونحن نوافقهم بعد أن اكتشفنا حقيقة فعلنا هذا، إن المحاصصة يجب أن تنتهي، وندعو ونقول يجب أن تنتهي المحاصصة السياسية التي يعني أنهت ما نريد أن نبدأه بالعملية السياسية. نبدأ اليوم بمحاصصة دولية، الحلف الرباعي إخوان هو عبارة عن محاصصة دولية، وكأنما نقول لدول العالم تعالوا وتقاسموا العراق وليكون لكم نفوذ، كل دولة تأخذ لها نفوذ في العراق. يجب أن يكون لنا موقف موحد. أنا أتساءل، هل تعتقدون أن داعش سوف تدحرها أمريكا أو التحالف الدولي بعد أن يعني لهذه مرت هذه الأيام اكتشفنا أننا يجب أن حتى نعيد النظر في الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ عندما نقف بالضد مع هذا التحالف أو نقول يجب أن ندقق هذه الاتفاقية، هذا لا يعني أننا نريد الاتفاقية الاستراتيجية أو أننا إحنا موافقين على ما يفعله التحالف الدولي. هناك موقف من التحالف الدولي بعد أن عجز عن إذن محاصصة سياسية طائفية قومية مذهبية، والنتيجة الفشل أصبح عنوان للأسف السلطة التشريعية في الحكومة العراقية. هذا العنوان مالتكم أنه أنتم فشلتوا. نعم اعترافكم جاء متأخر بعض الشيء، لأنه بس ظهر من أفواهكم هذه حقيقة، لكن لو ظهر من أفواه الشعب العراقي وقال أنتم فاشلين، تهمة الأربع إرهاب ما شاء الله جاهزة بأي وقت، بالإمكان أنه تنحط برقبة أي مواطن عراقي يتجرأ في ظل الدولة الديمقراطية طبعا ويقول أنه الحكومة العراقية أو السلطة التشريعية أو النواب فاشلون في عملية تقسيم كعكة العراق، لأنه التقسيم والمحاصصة يروح الخير اللي موجود بالبلد. قسمتوه على أساس محاصصة على متخدمون نفسكم، وبالتالي لا خدمتوا نفسكم ولا خدمتوا الشعب العراقي، والنتيجة إجا تنظيم داعش وأخذ أكبر 3 محافظات عراقية بأيام، وضحينا بالعديد والمئات والآلاف من الشباب العراقيين، قوات أمنية ومدنيين على حد سواء.